السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج الكلمة لك. خرجت تعز بمسيراتها الحاشدة تؤكد انحيازها للدولة، خرجت وهي مؤمنة بنضالها ومسيرة مقاومتها ضد الانقلاب والعدوان الحوثي الفاجر، خرجت وهي تؤكد وتطالب بإنجاز الحسم العسكري، وتؤكد أن مصير اليمن مع الأشقاء هو مصير مشترك في سبيل تطهير اليمن من رجس إيران الفاجرة. تعز الانحياز للدولة وضرورة الحسم العسكري وإنهاء الانقلاب هو عنوان حلقتنا لهذه الليلة. نستقبل مشاركاتكم عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة وأيضا على صفحتنا في الفيسبوك الكلمة لك. قبل أن أستقبل مشاركاتكم لنستعرض الاستطلاع الذي وضعناه على مواقع التواصل الاجتماعي. إذن إلى استطلاع الرأي الذي وضعناه على مواقع التواصل الاجتماعي ابتداء من صفحة الكلمة لك. سألنا المتابعين وقلنا ما هي الرسالة التي أرادت جماهير تعز إيصالها اليوم من خلال المسيرات الحاشدة في الذكرى 4 لعاصفة الحزم؟ هل حسم المعركة وإنهاء الانقلاب أم ضرورة إسناد الأحزاب للدولة، استمرار إسناد الأحزاب للدولة؟ صوت للخيار الأول حسم المعركة وإنهاء الانقلاب وهذا مطلب كل يمني، صوت لهذا الخيار 81%. أما ضرورة إسناد الأحزاب للدولة وهو مهم أيضا كإسناد سياسي وشعبي للدولة ومعركتها في سبيل استعادة الدولة، صوت لهذا الخيار 19%. إذن الغالبية العظمى تقول يجب حسم المعركة وإنهاء الانقلاب الحوثي. أما في صفحة قناة السهيل على تويتر فقد أيضا وضعنا استطلاعا للرأي وسألنا المتابعين لقناة السهيل في تويتر السؤال ذاته، قلنا ما هي الرسالة التي أرادت جماهير تعز إيصالها اليوم من خلال المسيرات الحاشدة في الذكرى 4 لعاصفة الحزم؟ هل حسم المعركة وإنهاء الانقلاب ضرورة إسناد الأحزاب للدولة، إسناد الشرعية يعني إسناد الإسناد المجتمعي للشرعية والتحالف؟ كل ما سبق صوت للخيار الأول حسم المعركة وإنهاء الانقلاب 19%، وللخيار الثاني 0%، وللخيار الثالث إسناد الشرعية والتحالف 13%، وصوت لكل ما سبق لحسم المعركة وإسناد الأحزاب للدولة وأيضا الإسناد المجتمعي للشرعية والتحالف، صوت لهذا الخيار 68%. إذن الغالبية تقول يجب الرسالة التي أرادتها تعز حسم المعركة، إسناد الأحزاب للدولة والإسناد المجتمعي للتحالف والشرعية. إذن كانت رسالة تعز واضحة من خلال مسيرة حل حاشدة التي دعا لها التجمع اليمني للإصلاح، والتي كانت مسيرة حاشدة شهدتها تعز لتؤكد انحيازها للدولة وضرورة إنهاء الانقلاب وأيضا تطبيع الحياة في المناطق المحررة. لدي اتصال، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الله علي مرحبا بك، كيف حالك يا أخي محمد؟ أهلا وسهلا بك عبد الله. مسيرة تعز اليوم برأيك ما هي الرسالة التي أرادتها تعز أن تقولها للجميع بلا استثناء؟ يا أخي يا أخي محمد، نبغى الحسم العسكري في أنحاء اليمن جميعا. إذن هو الرسالة الواضحة هو الحسم العسكري العاجل. نعم يا أخي محمد، نبغى الحسم العسكري في جميع أنحاء اليمن وتعز خصوصا عامة. نعم علي عبد الله علي ايضا يؤكد على ان الرساله هو الحسم العسكري في اليمن اليمن عموما وتعز وتهامة على وجه الخصوص باعتبار ما تتعرض لعدوان حوثي متواصل. اذا برايك ما ضروره الاسناد المجتمعي للجهود الحاصله في سبيل مقاومه الانقلاب واسقاطه؟ عبد الله علي حاول ان تسمعني من الهاتف. ايوه اسمعك تفضل. ايوه بس اقول لك نبغى الحسم العسكري في انحاء اليمن
نعم نبغى انهاء الانقلاب. والرسالة واضحة، أشكرك كل الشكر عبد الله علي. لدي اتصال آخر. أبو عبد الرحمن مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو عبد الرحمن، مسيرة يعني حاشدة بعشرات الآلاف نظمها أبناء تعز، يقولون للجميع يجب أن يكون هناك إسناد واضح من كل الأحزاب والقوى المجتمعية لمساندة الدولة في سبيل دحر الميليشيا، أيضا التحالف بين التحالف والدولة أن يكون هناك مصير، وهناك مصير مشترك بين اليمنيين والتحالف العربي في سبيل أن يكون اليمن خال من أي تواجد إيراني على سبيل المثال، يعني من المتمثل بتواجد الميليشيا الحوثية وعدوانها على اليمنيين. برأيك يعني ماذا أرادت تعز من خلال هذه المسيرات؟ ماذا أرادت أن تقول للجميع؟ تعز هي أساس كل شيء، تعز هما الأحرار، تعز هما المثقفين، تعز هما العلماء من تعز. نعم. لكن بالأخ يا محمد، أنا لو تجتمع كما اجتمعت إذا في الأعصي متفرغت والله لا تتكسر على عصا. نعم. أنا أقول يتوحدوا كل الأحزاب، لا نشتي حزب إصلاح ولا حزب مؤتمر ولا حزب كذا، إحنا نشتي حزب الوطن. نعم. إذا في أخوة صح، فإحنا الآن حزبنا حزب الوطن إلى التسامح وإلى التصالح، حزب المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح. أما والله لو يجتمعوا للسبعين ويجتمعوا إذا ما عليه تصالح ويجتمعوا إذا ما عليه إصلاح، إن إحنا فاشلين إلا إذا اتحدنا يا أخ محمد. إذن اللحمة الوطنية بين كل الأحزاب والمكونات المجتمعية هي ضرورية للغاية. أنا يا أخ محمد، أنا لا مع المؤتمر ولا مع الإصلاح، أنا مستقل اللهم الحمد، أنا لا مع هذا ولا مع هذا، لكننا أشتيكم اتحدوا. نعم. على الكلمة اتحدوا بالرأي، كل واحد يستحمل الثاني الرأي والرأي الآخر. أما أنتم دلحين والله إن الآن القنوات حقكم إني تستخدم الحوثي يوم يجون أنتم متفرقين، قالت اليمن اليوم قالت الشرعي كذا، لكن لو تتحدوا الحوثي والله لو تتحد الإعلام حقكم إن الحوثي ما هو شيء، لكن خلافكم. نعم. خلاف الأحزاب وخلاف التجمع اليمني الإصلاح والمؤتمر الشرعي، يا أخي ليش ما يطلقوا؟ ليش ما يتصافوا؟ خلوا 2011 وما ظهرنا، وخلوا سبتمبر هذا، وخلوا كذا، إحنا نشتي أبناء وطن، إحنا نشتي حزب وطن يا أخ محمد. نعم. الحديدة أبناء الحديدة جوعوا، تعز محاصرة، ومن يعيش الأممي هذا من تعز؟ وقفوا الحديدة ليش؟ نعم. أيوة رسالة أبناء حجور من أبناء الشعب اليمني ولا من إنجاو؟ نعم. أبو عبد الرحمن، أنا طبعا أشكرك كل الشكر على هذه الرسالة الجامعة، والتي يجب على الجميع أن يتحدوا ضمن إطار واحد ليكون التحالف الوطني في السياسي من أجل مقاومة الانقلاب. أشكرك كل الشكر. لدي اتصال آخر. السلام عليكم. سلام. أهلا وسهلا بك أم عبد الحليم. أم عبد الحليم، رغم ما تتعرض له تعز من حصار من الميليشيا، من قصف، من قنص، من أيضا كيد على هذه المدينة، إلا أنها خرجت اليوم يعني تؤكد رفضها للحوثي وتؤكد ضرورة إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والحسم العسكري. برأيك ما أهمية هذه المحافظة وهي تعلن رفضها للميليشيا؟ والله حرام على تعز، انظلمت تعز كثير من أول، من أيام على عبد الله صالح لما ضرب، من أيام انظلمت كثير على تعز صراحة. أنا أقول لك حاجة، الشرعية فيني المفروض يد واحدة، ما في حزاب. نعم. في هذا حزب فلان وهذا حزب فلان وهذا عباس وهذا عطاس، ما نبغى، نبغى سبقتي. يد واحدة نحن في وجه الحوثي بس، بعدين في حلال، ما دعي يسوونا زي زمان، هذا تحرير وهذا رابطي وهذا قومي وهذا عمين، نحن ما نبغى هذا. نحن ورانا عدة كبيرة، نحن ورانا ورانا مهمة كبيرة وهي التحرير. أيوة نحن زمان أول راح، ما نحن نحن نشير كل واحد يبغى لحزب، كل واحد يبغى له ربطة فلوس، ما ينفع. أمشي بلدك، أمشي أرضك. ما في حد حزاب، لا عطاس ولا عباس ولا أمي، لا والله العظيم أقسم لك بالله أني سمعت في الجوال أن يروحوا الرصاص جنب شبابك يفجروا النساء حاملات. فين العالم؟ فين الملايين؟ نحن ما نبغى حد قومي وتحرير ومندري عيال، زمان تحطمت الشعب
اخي يا نعم. ابني تحطمت الشعب بهذه الحكايه، هذا تحرير اقتلوه يعني هذا قومي ان 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 يتوحد اليمنيون جميعا قوى سياسيه احزاب قوى مجتمعيه في هدف واحد. يقولوا لك فين الشرعيه يا عبد ربه؟ هذه يد وحده، ما في غير كل نساء مع رجال مع اطفال كلهم يبقوا فيه. والله حرقوا الناس الاربع سنين. واضح واضح. والله العظيم لا ما التحالف ان احنا حرقنا هذا الكلب. نعم، وهذه رساله واضحه من ام عبد الحليم تؤكد على اهميه اللحمه الوطنيه. نعم. والله احتلال وقسما بالله هذا احتلال، لا تفكروا انكم اتلاف اراضي. كل واحد بيحكم ببلده، لا ما في. هذا بيحتل البلود كلها، عاصمة عدن كلها من اليمن إلى السعودية. فاعلين قل لك قسم لك بالله ورقة من أيام شفت من أيام حرقة دمك. والله العظيم قسم لك بالله بيوت دمك كلها مسلحة، البيوت إنه يهزوا تحت راسه ملايين أسلحة، يكلهم الأسلحة يجمعوا بالفعل أم عبد الحليم. أنا طبعا رسالتك كانت بالغة وبليغة في سبيل أن يتوحد اليمنيون جميعا تحت ظلال الجمهورية من أجل استعادة الدولة. أشكرك كل الشكر أم عبد الحليم على مشاركتك وعلى تفاعلك وعلى أيضا اهتمامك بكل قضايا اليمنيين، وهذا دليل على أنك يعني امرأة عظيمة. شكرا لك. لدي اتصال آخر. عوض، مرحبا بك يا عوض. حياك الله، كيف حالك يا أستاذ محمد؟ الحمد لله. عوض تعز أعلنت بكل وضوح انحيازها للدولة لتطبيع الأوضاع لا للملشنة، إضافة إلى أهمية يعني استرداد الدولة ودحر هذه الميليشيا. من وجهة نظرك يعني ما أهمية هذا الإسناد المجتمعي أيضا والسياسي للدولة كي تمضي في أهدافها وأيضا معركتها من أجل استعادة الدولة، وما أهمية أيضا أن تصغي شرعية حتى والتحالف لمطالب هذه الجموع الغفيرة؟ أولا أحييك يا أستاذ محمد وأحيي كل العاملين في قناة السهيل وقناة الثورة وصوار. حياك الله. ثانيا يا أستاذ محمد، أنا لا أنتمي لأي حزب من الأحزاب في الجمهورية اليمنية، ولكنني أنتمي إلى الوطن اليمني الكبير وأنعم به من حزب. نعم، لكن حزب الإصلاح أو ما جرى في تعز اليوم أستاذ محمد هذا يدل على أن هذا الحزب حزب عريق أستاذ محمد، وحزب مناضل وحزب له شعبية كبيرة. فلماذا لا تشارك بعض الأحزاب في لم الشمل الشعبي اليمني حول الهدف الأساسي وهو نعم. تحرير الوطن من براثن الحوثيين؟ نعم. هذه الأحزاب يعني الأحزاب هذه تمثل الشعب، إذا لماذا لا ينشب دورها في هذه الأيام العصيبة التي تمر بها اليمن مثل ما فعل الحزب الإصلاح اليوم في تعز؟ فهذا على جميع باقي الأحزاب اليمنية كل أن يقوم بدوره على أكمل وجه وأن وعلى حسب الشعبيه الذي يمتلك عليه ان يؤثر في المحافظات في المدن في القرى في كل مكان حتى تكون هناك هبه شعبيه لتحرير هذا الوطن يا استاذ محمد. يعني نقطه مهمه في ان تتشارك جميع القوى والاحزاب السياسيه في هدف واحد، ولكن ما اهميه ايضا ان يعني تتحرر بعض الاحزاب من الكيد السياسي من يعني تقويضها ايضا لتطبيع الحياة ووجود الدولة؟ والله للأسف الشديد يا أستاذ محمد، حتى نكون أكثر صراحة ووضوحا، جميع المؤسسات والأحزاب والانقلابيين في الجنوب في الشمال جعلوا من حزب الإصلاح شماعة يرمون عليه كل الكوارث وكل الأخطاء وكل المصائب التي تحصل في اليمن. وها هو اليوم حزب الإصلاح أمام الشعب اليمني بأسره. هذا الحزب العريق، هذه الشعبية يا أستاذ محمد على ماذا تدل؟ على تدل على أن هذا الحزب حزب عريق ومتماسك. الهدف الأساسي هو خروج الشعب من هذه المحنة وهذه الكوارث وهذه المصائب الذين ابتلينا بهذا الشعب من الحوثيين ومن تحالف معهم. نعم. و-
ولهذا على الجميع ان يترفع عن المناكفات السياسيه، وان على جميع الاحزاب ان تضع يدها في يد بعض، لان الخطر سيغلي على كل حزب وسيغلي على كل مدينه وسوف يدخل كل بيت. الخطر الان هو يحدق بالجميع. إذن ما الذي يدعوهم لحرف مسار المعركة إلى معارك جانبية وهامشية وربما تقوض الصف الجمهوري؟ يا أستاذ محمد، هناك عندنا يعني ميليشيات انقلابية لا تريد لليمن أن يتحرر، لا تريد لليمن أن يتخلص من الانقلاب الحوثي العفاشي، تريد اليمن أن يظل على ما هو عليه، أن يتدهور يوما بعد يوم. هناك بعض الأحزاب أو الميليشيات التي ظهرت والكيانات هنا وهناك لها نظرة ضيقة ولها هدف ضيق خارج عن الهدف الكبير، وهو تحرير الوطن من هذه الجرثومة التي تنتشر في كل مكان وفي كل مدينة وفي كل بيت. إذن المهمة هي تحرير الوطن من الجرثومة الحوثية. نعم نعم، لو تكرمت يا سيد محمد. نعم باختصار. نعم باختصار نقول تحية إجلال وإخبار إلى أبناء تعز الأبطال الذين جعلوا من بطولاتهم صخرة تحطمت عليها قوة الجبروت الحوثي ولن تتمكن من دخول تعز 4 سنوات. يعني شوف يا سيد محمد، احنا لا نقلل من أهمية هذه المحافظات، لكن أول شرارة بدأت الحوثيين في دماي، وبعد 3 شهور سقطت دماي، وبعدها سقطت عمران، وبعدها سقطت صنعاء، حتى وصل الحوثيين إلى شبوة. ولكن تعز وأبناء تعز وأبطال تعز وحرائر تعز ظلوا صامدين ويقاتلون بسلاحهم الخفيف، لم يستطيع الحوثيين الدخول إلى هذه المدينة أو السيطرة عليها. 4 سنوات هم محاصرين ماديا وغذائيا ودوائيا، ولا سلاح ولا ذخيرة ولا شيء يوصل هؤلاء الأبطال، لا من الحكومة الشرعية ولا من التحالف العربي. لذا هم خرجوا في مسيرات يعني سلمية، مسيرات تلفت أنظار الشرعية، تلفت أنظار التحالف عليكم بدعم عسكري ودعم مادي ودعم معنوي لهذه المدينة الباسلة حتى يتم فك الحصار عنها وتعود إلى حضن نعم اليمن تباغي المحافظات المحررة. أشكرك كل الشكر عوض كعدل. إذن هي رسالة مهمة أرادتها تعز أن ترسل للجميع، هي وقفت بشموخ بإباء في وجه العدوان الحوثي. لدي اتصال آخر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا بك فؤاد الحكمي، أهلا وسهلا بك. الله يسلمك حبيب قلبي. عزيزي فؤاد، يعني تعز يعني رغم تعرضت له من حصار من قصف من إرهاب حوثي، إلا أنها لا زالت تتقد بهذا الحماس وهذه الحيوية وهذا النشاط في التصدي للميليشيا بكل الوسائل، عبر الوسائل العسكرية، عبر الوسائل المدنية الشعبية. ها هي اليوم تخرج وتقول لابد من حسم عسكري، لابد من مساندة الدولة. إذن ما أهمية تعز في معركة اليمنيين لاسترداد الدولة؟ أنا أتمنى أن يعني اليمن انه يتطور ويتحسن. ونبغى اليمن يعني في عز نعمه، ما نبغى مشاكل، ما نبغى صياح، ما نبغى اي شيء. اذا انت ما تبغى مشاكل ولا صياح، ولكن احنا في وسط الصياح وسط المشاكل، مش الصياح والمشاكل، الحرب والقتل والدم الذي تقترفه الميليشيا الحوثيه. اذا احنا الان نعاني في اليمن يعني من مشاكل، الان من حرب، من مشاكل، من كل شيء. نعم. إذا كيف نستطيع الخروج من هذا، من هذه الأزمة؟ أيوه، من هذه الأزمة التي احنا فيها الآن. الآن الحديدة لما كان فيها المشاكل، الآن أهلنا ما يقدروا ينزلوا للحديدة. أنا من مديرية السخنة، بس أهلي ما يقدروا ينزلوا للحديدة من المشاكل. إذا ما الطريق الذي سيؤدي إلى إنهاء هذه المشكلة؟ فؤاد اسمعني. هلا حبيبي. إذا ما هو الطريق؟ هل نبقي الوضع على ما هو عليه، أم يجب تحرير هذه الأرض من يعني احتلال الحوثي وعدوانه؟
احنا نبغى الحوثي هذا يفارق احنا بروح طيبه بدون مشاكل بدون سياح بدون قتل بدون يعني كم من شخص الان يموت ما في ذنبه شيء. طيب هذا الحوثي هو يفهم هذه اللغه؟ لا ما يفهم لك هذه يعني اللغة. نقولها يا اخي بروح طيبه روح امشي هل يفهم هذه اللغه؟ فؤاد حاول أن تسمعني من الهاتف. أنا بقول لك الحوثي هو يفهم اللغة، لغة السلام، لغة السلم، لغة الحوار، لغة الاتفاقات. إذا هو اتفاق السويد ما الذي فعله الآن؟ هو ما احنا دارين إيش مطلوبه الآن. إذن الرجل لا يريد لغة السلم ولا حتى التفاهم ولا حتى الحوار. إذن ما اللغة التي يفهمها من وجهة نظرك الآن؟ هو ما احنا داري ايش مقصدها الآن. الآن احنا حتى الآن يعني بعد اكثر من 4 سنوات من العدوان والقتل والتفجير واختطاف الدولة وغيرها وكذا لم تفهمه حتى الآن؟ هو يعني المقصد انه ايش المقصد انه يعني في اطفال ابرياء في اطفال ليس اطفال يا فؤاد فقط، اطفال نساء رجال كل الشعب اليمني رهينة لإرهاب هذا الحوثي. دمر اليمن. نعم دمر اليمن يا أخي. يعني نبغى نعيش في يمننا وإحنا مرتاحين مستأنسين يعني ما بدون مشاكل بدون أي شيء. هذا هو الهدف لكل يمني، نريد أن نعيش بسلام، أن يعيش الإنسان بسلام. ولن يعيش اليمنيون بسلام إلا باستئصال هذه الشجرة الخبيثة المدعاة حوثية. نعم إذا أردنا الحقيقة والوضوح. أشكرك أيوة كل الشكر. أشكرك عزيزي فؤاد الحكمي، أشكرك كل الشكر، شكرا جزيلا لك. لدي اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. الاسم الكريم. السلام عليكم. يبدو أننا فقدنا الاتصال. إذن أيوة لدينا. السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه الاسم الكريم. الصوت يتقطع، حاولوا ان تكونوا في التغطيه اذا كنتوا في الداخل اليمني. يعني الكلمه لكم، نحن امام مشهد مهيب صنعته تعز. نعم محمد الاسدي مرحبا بك. ايوه كدي محمد المهتدي. محمد المهتدي حياك الله. حياك محمد. تعز الآن اليوم تحدثت بوضوح بانحيازها للدولة بتأكيدها على أهمية أن يكون الحسم العسكري هو الطريق للسلام في اليمن، أيضا تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة. كيف ترى هذا الخروج وهذه الجماهير المحتشدة التي صنعتها تعز اليوم وهي تساند الدولة؟ أنا أتمنى أن يكون هذا في كل الجبهات، لكن مع الأسف كل الآخرين يتكلموا يقولوا العفاشين. يا عزيزي العفاشين عملوا أمر الزعيم صالح الله يرحمه في 2 ديسمبر انتفاضة ضد الحوثيين وتوقفت الجبهات. نعم. من بعد ما إذن أنت تدعو إلى الاحتشاد في الجبهات. لحظة، توقفت الجبهات منذ أن أنت على عبد الله صالح توقفت، وكانوا يزحموا كانوا يتحركوا في صروع وفي مهن خاصة، ونحن أنت على عبد الله صالح توقفت. ما هو السر؟ لا تقاطعني أنا أرجوك، خلني أتكلم معك. تكلم، لكن أنت في الأخير أنا يجب أن أتساءل في بعض القضايا، تفضل. الكلمة لك. السؤال عادي بس أقول لك أنا أستغرب ليش توقفت الجبهات منذ أن انتهى علي عبد الوفاء خاصة في صروع وفي مهن. إيش السر؟ هل هناك تآمر دولي؟ أنا سمعت محللين سياسيين من السعودية ومن غيرها يقولوا أن في بعض بالتجمع اليمني الأسرى وأنا عارف الأسرى هي أول من قاتل الحوثيين. كيف هذا الكلام؟ يعني أنت تتساءل أنه ربما يكون هناك ضغط من المجتمع الدولي لتوقيف الجبهات الحاسمة مثل صرواح ونهب كأنها على مشارف صنعاء؟ لا، والمجتمع الدولي يقولون أنه سبب حزب التجمع اليمني الإصلاح. ما دخل الحزب التجمع اليمني الإصلاح؟
يقولوا انها الذي يتحكم في القرار فيهم يبني فروع خاصة. من يقاتل من الذي يقاتل في هذه الجبهات غير الجيش الوطني؟ الجيش الوطني من كل فئات الشعب. الجيش الوطني ليش متحرك؟ انا مستغرب ليش متحرك. الجيش العساكري السابق اخذ 300 كيلو في شهر في الساحل. اذا لماذا توقف الجيش كذا كما تقول العفاشي في الحديده؟ مع الاسف اني كنت اسمع الاخوان في حلقه تجمع الافراح يقولوا ما يسمع راح يداخل في الساحل. انت تقول انه الحزب التجمع للاصلاح المتحكم بجبهتنا، وهذا غير صحيح. وزير الدفاع في مقابلة له قبل أيام يقول أن الجيش الوطني يخوض معارك يومية في هذه المناطق، إلا أنه لابد أن يكون هناك دعم نوعي. يا عزيزي مش رأي هذا ولا كلامي، أسمع الناس كلها تقول حتى محلين سياسيين من دول التحالف. مع الأسف أن هناك أكبر قوة فيهم ولم تتحرك. ما هو السر يا أخي؟ إذن هي دعوة منك للجيش الوطني في نهم وصرواح للتحرك. شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا لك. من من طبعا يجب علينا أن ننأى بالجيش الوطني من توصيفات حزبية وغيرها ومناطقية. الجيش الوطني ينتمي، هذا الجيش الوطني تشكل من أحرار قاوموا الحوثية وانقلابها المشؤوم الفاجر. هؤلاء هم قوام الجيش الوطني، قوام الجيش الوطني الذي يواجه الحوثية بإباء بتضحيات جسيمة، الذي يحاول أن يلصق الجيش الوطني إلى جهة، إلى حزب، إلى جماعة، إلى وغير ذلك، هو إساءة وخدمة مجانية للحوثية. الجيش الوطني يتكون من كل فئات الشعب اليمني، لم يعد جيشا عائليا، لم يعد جيشا عائليا ولا حتى مناطقيا، هو جيش قوامه من كل أفراد الشعب اليمني. فلذلك أن يبقى للجيش الوطني قداسة واحترام وتقدير، لا نلوث يعني سمعته وهو يقاتل الميليشيا الحوثية، وهو يقاتل بتضحيات وبطولة منقطعة النظير. علينا أن نبقي لهذا الجيش قداسة واحترام وتعظيم، لأنهم يقدمون أرواحهم. بينما أحدهم على متكئ على سريره على مدكاه ويتحدث عن الجيش الوطني بالقيل والقال، عيب، يجب أن نترفع. هذا جيش وطني يقدم أرواحهم من أجل أن نستعيد الدولة والكرامة. نعم، نجيب عبده، مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك نجيب. نحن أمام يعني لوحة تضامنية وإسناد للدولة أيضا صنعتها تعز اليوم. ما أهمية الإسناد الشعبي والمجتمعي والسياسي للدولة، وما أهمية أن تتحرك الشرعية في سبيل الحسم السريع؟ نعم أخي، أولا نطالب رئيس الجمهورية المشير عبد الرب منصور هادي القائد على القوات المسلحة والأمن. نعم. تعز في الأول والأخير، هي تعز الصمود، تعز شبابا وشابات ومن الجيش الوطني، هم أول من وقفوا في وجه الانقلاب المشؤوم. فلذلك لا نريد أحد أن يغفل المدينة هذه. مدينة العلم، مدينة الثقافة، مدينة المقاومة. نعم، مدينة المقاومة في الأول والأخير. فلذلك على القوى الوطنية أن تلتف حول هذه المدينة وحول الدولة والدولة المدنية التي نبحث عنها منذ عشرات السنين. فتحية لأبطال تعز وللدولة وللمحافظ نبيل شمسان ولهيبة الدولة، لأنه صارت تعز مسرح يعني في ظل الجماعات الخارجة عن القانون واللي احنا عارفينها. أول ما نشوف بدلة في المحافظة الحبيبة الذي عشنا فيها وتنفسنا هواها، نشوف الدولة تحس، وما نشوف الزي العسكري تحس إنه في دولة فعلا. نعم. إذن يعني علان وأبو معوز وأبو نجيب، ما خطورة استهداف الجيش الوطني والأمن في تعز وإلصاقه بتهم وربما بصفات لا تليق بهذا الجيش، وهو الذي واجه الحوثية منذ الوهلة الأولى؟
نحن نعرف من يكيد لتعز ومن يكيد اللصق في تعز. لماذا يسيئون لتعز إذن؟ لأنها هي أول من قاومت الحوثي وأول من وجهها في وجه العدوان الحوثي واللي معاه طبعا. إحنا لا نريد الآن أن نذكر السبب وأن ننسى الهدف الرئيسي. الهدف الآن الحوثي هو إذن هذا النيل من تعز هو لأنها تصدرت في مقاومة الحوثي وهم يشتركون مع الحوثية في الهدف الذين يحاولون النيل من تعز. الآن في بناء الدولة اليمنية الاتحادية الحديثة الذي ننشدها كل من في الداخل والخارج. فما داعي الآن نفتح هنا وهناك نعم. والسؤال هنا وهناك. فما له داعي. صحيح. الانقلاب سيأكل الجميع وسينتهي الجميع في الداخل وفي الخارج. نعم. فلذلك تستمر الدولة ونحن معها في تعز وفي مارب وفي كل مكان وفي عدن كلنا في خندق واحد. نعم صحيح. أيوه. فلا أحد يعني يغفل عن شيء ويكيد لفلان ولعلان وللمدينة تعز. تعز صامدة ولن يجرؤ أحدا على أن يكسرها. ما كسرها القوة لم تستطع يعني لم يستطع 12 لواء مدجج بالأسلحة من 2011 إلى الآن ورغم القتل والتشريد والحصار لكنها صامدة وستصمد بإذن الله إن شاء الله. أشكرك نجيب عبدو اليمنية في الدولة الاتحادية بإذن الله تعالى. أهلا أشكرك شكرا جزيلا لك. إذا أهلا بتعز بصمودها بإبائها بلحمتها الوطنية بوقوفها في وجه الإرهاب الحوثي أيضا ومساندتها لحضور الدولة بكل أركانها. مشاهدي الكرام ننتقل إلى فاصل قصير ثم نعود لاستقبال مشاركاتكم وأرائكم واستعراض أرائكم حول إسناد تعز للدولة وضرورة الحسم وإنهاء الانقلاب. ابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد مشاهدي الكرام في برنامج الكلمة لك. في هذه الحلقة نناقش عن تعز وانحيازها للدولة والتأكيد على الحسم وإنهاء الانقلاب. دعونا نستعرض أبرز ما ورد في مواقع التواصل الاجتماعي ورجع الصدى لدى النشطاء والسياسيين والصحفيين والإعلاميين وغيرهم على مواقع التواصل الاجتماعي نحو المسيرة الحاشدة التي احتشد فيها التعزيون وهم يؤكدون بوضوح انحيازهم للدولة وضرورة إنهاء الانقلاب. إذن نبدأ بالصحفي مختار الرحبي يتحدث في تغريدة له يقول: إقصاء الأحزاب السياسية والنيل منها هو إتاحة المجال أمام الميليشيا المسلحة، وهذه السياسة ستجر اليمن إلى مزيد من الأزمات وتعميقها. نحن بحاجة إلى العودة إلى العمل السياسي ودعم توجهاتها الوطنية والتخلي عن أحلام النفوذ والسيطرة عبر الأذرع المسلحة. وهي أيضا رسالة أرادت أيضا تعز أن تقولها. أما مختار الرحبي أيضا كتب عن مسيرة الإصلاح اليوم التي ترد على كل من يحاول النيل من الحزب ومواقف الحزب الثابتة من دعم الشرعية وموقف الحزب من انقلاب ميليشيا الحوثي، وأيضا ترد المسير على الإعلام هكذا يقول إعلام الإمارات والتحالف الذي يتهم الحزب بتهم وصفها أيضا بغير المنطقية. أيضا في التغريدة التالية أو الموضوع التالي الذي كتبه الصحفي علي الفقيه يقول: رسائل الجماهير التي خرجت اليوم بدعوة من حزب الإصلاح في تعز واضحة، وهي تأكيد على تمسكها بالعمل السياسي ورغبتها في الاستقرار وإنهاء حالة لا حرب ولا سلم التي تعيشها المدينة والبلد بشكل عام. هي كما هي تأكيد التي تعيشها المدينة والبلد بشكل عام كما هي تأكيد على رفضها لأي نوع من أنواع الفوضى أو إحلال جماعات العنف والميليشيا المسلحة
محل أجهزة الدولة. لكن الجماهير تمل وتحبط إذن إذا لم تجد من يحول طموحاتها وتطلعاتها إلى واقع. ولهذا فالأحزاب السياسية اليوم مطالبة بتوحيد الموقف والاستجابة لتطلعات الجماهير والكف عن اللعب بالنار وتشجيع جماعات العنف والفوضى انسياقا وراء رغبات جهات وأطراف إقليمية تعادي التعددية السياسية وتجرم الرأي المختلف. أما في التغريدة التالية فقد كتب الأستاذ علي الجرادي رئيس دائرة الإعلام والثقافة لتجمع اليمن الإصلاح يقول: تعس مع التحالف العربي ضد الانقلاب الحوثي ضد الميليشيا المسلحة بكل أشكالها وبكل لافتاتها. في أيضا أما الصحفي أنيس منصور فيتحدث عن مليونية حشود تعز التي نظمها تجمع اليمن الإصلاح تحتفل بذكرى عاصفة إنقاذ اليمن 26 من سبتمبر من مارس، وتدعو إلى سرعة التحرير وتؤيد الحملة الأمنية لضبط الإرهابيين، مشهد وطني يثلج الصدر ويغيظ الحاقدين والمتربصين بالروح بالدم، نفديك يا يمن. وفي تغريدة للدكتور صالح حسن سميع يقول: لا شك أن مسيرة الإصلاح الضخمة وغير المسبوقة في مليونيتها في تعز هذا اليوم كانت معبرة عن عظمة شعب تعز وحيويته رغم مرارة الظروف وقساوتها، وقد أرسلت رسائلها بقوة. ومع كل ذلك الزخم المهيب كنت أتمنى أن أرى بقية الطيف الجمهوري مشاركا فيها فتكون أكثر تعبيرا عن لحمة الصف الجمهوري. وفي تغريدة أخرى كتب الإعلامي العربي محمد العرب يقول الإعلامي البحريني محمد العرب يقول: هذه حشود التجمع اليمني للإصلاح اليوم في تعز يرفعون صور من كانوا لهم السند والعون بعد الله في دحر ميليشيا إيران الإرهابية. وفي التغريدة التالية كتب الدكتور محمد جميح يقول: خرجت تعز اليوم في تظاهرة ضخمة مؤيدة للشرعية والتحالف العربي، لا يمكن لأحد أن يتجاهل هذه الحشود ومطالبها باستكمال التحرر من كهنوت الحوثي. الشعار لافت: لا حوثية لا إيراني لا إيران. النغمة الحوثية المشروخة بوصف هؤلاء بالمرتزقة لم تعد مجدية. وفي تغريدة أخرى كتب محمد مهيوب وهو من أبناء تعز وأيضا كان يشارك في هذه المسيرة يقول: تصوير جوي، وهو يشرح التصوير الذي أيضا عرضناه على شاشتنا، تصوير جوي لطوفان بشري يقوده حزب الإصلاح يعلن دعمه الكامل للمحافظ نبيل شمسان ويؤكد على استكمال التحرير وترسيخ الأمن والاستمرار في تحقيق هدف إسقاط الانقلاب واستعادة الدولة بقيادة الرئيس هادي، ويثمن فيه عاليا دور التحالف العربي لإسناد الشعب اليمني في معركته ضد الانقلاب. أما أيضا في التغريدة التالية عبد الرقيب الهدياني يقول: هذه تعز اليوم بأحرارها رجالا ونساء مستقلين وأحزابا وبصوت واحد يطالبون باستكمال تحرير مدينة ومحافظة تعز وجميع محافظات اليمن وكامل ترابه وسيادته، تعزيز وجود مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية والخدمية والإدارية، إنهاء جميع المظاهر الميليشاوية المسلحة. أما محمد مهيوب أيضا يعود ويكتب: يوم كله شمس، تعز تهتف للأمن وإنهاء الاختلالات الأمنية واستكمال التحرير، مسيرة حاشدة دعا إليها التجمع اليمني للإصلاح في ذكرى انطلاقة عاصفة الحزم وانطلاق مقاومة الكهنوت ميليشيا الحوثي في تعز، ودعما لفرض هيبة الدولة وإنهاء الاختلالات الأمنية. وفي التغريدة التالية كتب عبد الباسط القاعدي يقول: الإصلاح للحشود الجماهيرية في مدينة تعز يقول يؤكد: نؤكد على الاستمرار في تحقيق هدف إسقاط الانقلاب واستعادة الدولة بقيادة الرئيس هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة، حريصون على تقوية جبهة التحالف العربي والتلاحم مع أطرافه من منطلق المصلحة الوطنية. يضيف عبد الباسط القاعدي أيضا من خلال الرسائل التي أرادها الإصلاح يقول: نثمن عاليا دور وجهود التحالف العربي لإسناد الشعب في معركته المصيرية ضد الانقلاب، نوجه الدعوة لأطراف العمل السياسي وقوى المقاومة
والكيانات الوطنية إلى الوحدة وتوجيه كل الطاقات لإنجاز التحرير وتصحيح البوصلة نحو العدو الحقيقي الذي أسقط الجمهورية وانقلب على مؤسساتها. إذن أراد الإصلاح أن يوجه الدعوة لكل الأطراف لتصحيح البوصلة وتحشيد القوى والطاقات من أجل دحر العدو الحوثي. أما الشيخ صلاح باتيس يقول الوعي مطلبنا بعد سنوات من الحصار والمعاناة ومحاولات حرف بوصلة الصراع تعز تزأر والشعب يقول قطعت جهيزة قول كل خطيب اليمن. وفي تغريدة أخرى وفي إذن هذه هي آخر تغريدة. وطبعا مواقع التواصل الاجتماعي تضج بردة الفعل التي احتفى بها الناشطون والإعلاميون والسياسيون والصحفيون بهذه الحشود الجماهيرية الغفيرة التي خرجت في تعز تعز لا زالت تحتفظ بحيويتها بأيقونة نضالها، لا زالت تحتفظ بجماهيرها الهادرة بمقاومتها الصامدة. تعز بهذه الحشود الغفيرة تؤكد أن الكيد الذي يحاك ضد تعز لن يمر كما لم يمر عدوان الحوثية ومحاولة سيطرتها واحتلالها على تعز. كان المقاومون يتمترسون في شارع واحد في تعز، وكيف استطاعوا ببنادقهم وبإمكاناتهم الذاتية لصد عدوان الحوثي وانقلابه الذي كان يتخندق ب12 لواء مدجج بأسلحة الدولة وقذائفها ومدافعها. كيف أن تعز بقت صامدة وستبقى صامدة وستكسر كل خطايا الكيد وخطيئاته التي تحاول أن تنال من تعز وجيشها الوطني وأبنائها وقواها السياسية. شكرا لكم مشاهدينا، في أمان الله.